لوجين راح احكي لك كل شيء. سبب اختفاء ياسمين مو انا، الخطه اللي سوتها هي ريتا، واذا بتتصلي بالشرطه ما تتهميني انا، انا نفذت الخطه بس اتهمي ريتا. كيف كيف يعني؟ يعني الحين انتو عم تقولوا تعترفوا بانكم انتو سبب اختفاء ياسمين؟ ايه لك العمى على تنيناتكم، رح تشوفوا عند الشرطه، ما رح اسامح ولا حدا فيكم. ريتا رح اقول لك شيء، انا وانتي خلصت علاقتنا، انتي ولا تعرفيني ولا انا اعرفك، خلاص ما رح اصاحبك لانك انتي اسوأ صديقه في العالم، خلاص بيناتنا. كيف يعني؟ يعني اللي كنا اصدقاء، كنا بنات، يعني اصدقاء، كيف يعني راح تنسي كل العشره خلاص عشان هذيك الشيء؟ انك انت كسويتي كل شيء علي، ما راح ازيد اصاحبك، يلا باي. لك استني، انت كمان حين صرت بلا اصدقاء ولا كيف؟ اه يا ربي، إيش الصبح وأنا لسه أدور في المكان، رجلي كلهم تعبانين، رجلي انكسروا على الآخر، يوم إيش هذا البيت رح أبقى فيه شوية؟ يا ربي رح أرتاح شوي، هذا البيت شكله مهجور ومكسر قديم، عادي ببقى فيه اليوم بعدين بشوف، بدي ألقى شي بني آدم منيح، كل البلد فيه شياطين، همين ما بعرف كيف، الحين الصبح أتوقع ما رح يطلع لي. هلا حبيبتي. يا ست الحمد لله الله جابك. بتعرفي انا ضايعه، صار لي يوم انا ضايعه، امبارح بالمساء ضعت وما بعرف، كنا في رحله هيك الله يسترك، في الليل لقيت كثير شياطين، ما بعرف من وين طلعوا لي، انا ما بعرف بيتنا فين، انا وفين، انا ما بعرف اي شيء عن هالمنطقه، بليز فيكي تاخذيني للشرطه او اي مكان بيرجع ليه. تعالي لبيتي. حاجت جد عادي وقلبت، والله أنا ما كليت، ما نمت، ما شربت، ماشي، أنا كتير زهقانة، تعالي خديني لبيتك بترجاكي. نعم، إيش صار مع صديقتك بالضبط؟ يا حضرة الشرطي، شوف صديقتي، صديقتها اختفت على الشام بسبب اثنين بنتين يدرسون معانا. إذا بدك تعرف كل شي يا حضرة الشرطي، أنا بعلمك كل شي، في اثنين صديقتان هم السبب في اختفاء ياسمين. صار جد؟ يب جد يا حضرة الشرطي. أوكي تعالوا معي أنتوا الاثنين. بس وهدوك البنتين التنتين شي رح يصير فيهم؟ بعدين نشوف معال. لا الحين رح تاخدون، أنا رح أخذ حق صديقتي عشان هم يقدروا يفلتوا، بس باتصال واحد يفلتوا من الشرطة. الحين حضروهم جيبوهم معانا. يلا ريتا، ريتا أريام تعالوا. يا طنط إيش فيكي؟ ليش باقية هيك واقفة؟ يما انتي كمان، يا ناس ساعدوا. شوف يا حضرة الشرطي، هو صح سببنا احنا اللي سوينا هيك، عشان احنا ابدا ما نطيقها، بس شوف في مكان يقدر يعطيك السائق الموقع اذا بدكم تلاقوا ياسمين، هي هنيك وقفنا عشان نحكي، واحنا بعدين يعني خليناها هنيك واجينا نركض، فهنيك تقدروا تبحثوها عشان تلاقوها. كلها فكرة ريتا، ما رح احكي شي تاني. هذه مو كأنها ياسمين. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي ياسمين، الحمد لله رجعتي لنا، والله كتير فرحنا لك، والله كتير فرحنا لك، خفنا عليك، بس لا تخافي أبدا، كل حد نال عقوبته.
يا حبيبتي ياسمين والله خفنا عليك كتير. الحمد لله انت بخير، الحمد لله انت بخير، الحمد لله عندك صديقه مثل النور لوجين، الله يحفظها، هي اللي الله يحفظها ويحفظها لاهلها. يا حبيبتي والله خوفتينا عليك، الحين ما في ابدا رحلات، يلعن الظرف اللي جاني اللي ما خلاني اجي معاكم، لو كنت اجي معاكم على الاقل اعرف اتحكم، الحين كل المسؤوليات راح تيجي علي ويقولوا انه انا السبب وراء هالشي لانه انا ما نظمت الرحله وما في مسؤوليات ما في امان. المهم الحمد لله انك رجعتي لنا بخير، ما في ابدا رحلات من الحين ورايح بدوني. أنا آسفة ياسمين، ما رح أعيدها، أنا آسفة كتير. في يوم من الأيام رح أجيكي ورح أعطيلك هدية من عندي. أنا آسفة ياسمين. وهديك ريت الحق ودفينها؟ ريت هي راحت للسجن لأنها نالت العقوبة كبيرة 5 أشهر، وأنا بعدين رايحة للسجن شهر بس، وأنا وياها جمعنا فلوس عشان نعطيك هاي الباقة على الورد باللون اللي بتحبيه أنت، اللون الوردي. شكرا، بس يعني ما اعتذرت مني أو شي هيك؟ إلا قالت لي أنها بتروح تعتذر منك. اوكي يعني بعد ما تطلع من السجن ما مسامحتكم، بس ما بدي هالاشياء تتكرر مره تانية. بنصير اصدقاء يعني عم تقولي لي؟ ايوه بس ما راح نعيد هذه، اسفين نحن انا وياها. تمام سامحتكم، ان شاء الله تخرجوا من السجن باقل وقت، يعني 5 أشهر مو كتير يعني. وعلى فكرة الشرطي قال ان المكان اللي لقوك فيه هذاك مكان محاط بالاشباح والجن وهيك اشياء، فانتي حتى لما كنتي في غيبوبة كنتي تتوهمي انك تقولي شفتي اشياء وشياطين، فربما صادفتيهم او يعني هيك حسب ما قالت الشرطي، وهم خلص حاوطوا المكان وقضوا عليهم جميعا. وش بالتليفون؟ يعيا مبالغ. والخطة اللي سوتها، الخطة اللي سوتها هي ريتا، ولما إذا بتتصل عادي حص. لا تصدري إيش حبسي بلاستيك يا ربي صديقت ولا خليني أقولك حاجة.